وقت نبيل معلول يساهم في الكأس في الدور الثمن النهائي في ربع النهائي نصف النهائي ويتحول لهانوفر في الدور النهائي، هل تحسب الكأس لنبيل معلول ولا وقتها يولي ثنائي؟ إذا السؤال يبقى مطروح. توا باش نمروا لبعض العمليات وجدي كي لوستخ بالطبيعه توري بالتفصيل شنو تقريب قراءة المباراة، نشوفوها مع بعض. اوكي. نبداو إذا بالفرصة الأولى بالعملية الأولى. خذينا زوز عمليات، يعني زوز عمليات انا اخترتهم متعمد، علاش؟ لانه يعطيونا فكره على طريقه لعب الترجي الرياضي اللي المساكن اليوم كيف دخل لعب في اللاكس سنترال. يعني قبل كانت نقطه قوه الترجي كما قلنا في البلاتو هي الجهه اليسار اللي يلعب عليها المساكني، اليوم كيف دخل المساكني في اللاكس صارت الجهه اليمين، صارت الجهه اليمين هي نقطه قوه يعني الترجي الرياضي، خاصه بوجود الدربالي ومعاه افول يعني قدموا برشا في الجهه اليمين، وممكن هذاك خلى ضيع شويه يعني حتى توازن نتاع دفاع الترجي الرياضي. شوفوا افول هنا الهجمه هذه ماهيش هدف، لكن افول خذا الكره ثم مساحة فاضية، ما كانت تمركز غالط الديفونس دو زون نتاع النجم الساحلي غالطة، لأنه المفروض وقت يجي لاعب هنا باش يفك الكرة لازم لاعب يعمل كليسمون ويغطي عليه في الزون هذيا، المنطقة الفارغة الحمراء كلها فارغة، اللاعب الدربالي عمل أن دي دوبلومون. شفنا الترجي ديما يستعمل لي زوتي الأدوات الوسائل الهجومية الكل في الباس أون دياغونال دي دوبلومون برشا حاجات يستعمل الترجي، اللاعب نتاعو متنوع يعمل دي دوبلومون في الزون ليبر يعطيه الباس اون افونس نقدموا الهجمه شويه، عملت دوبلومون صحيح عطاه باس صحيحه، التايمينغ صحيح نتاع الباس ماهيش طويله ماهيش قصيره. شوفوا اللاعبين هذوما الكلهم صاروا خارجين على الموضوع، يعني كلهم ما عادش موجودين في العمليه الدفاعيه. الشو اللي صار في المستطيل هذا ثم ان ديزيكيليبر فلاغرون نتاع الديفونس نتاع النجم الساحلي، زوز مدافعين نتاع النجم الساحلي ضد واحد اثنين ثلاثة أربعة مهاجمين من الترجي الرياضي، وهنا شوفوا لو ديزيكيليبر اللي صار في الديفونس كلها، يعني لأنه التمركز من الأول ديل ديبار التمركز كان غلط خاصة في التغطية على الكولوار. لكن التمركز غلط لكن صار ديكالاج إذا مجيت الترجي الرياضي التونسي اللي إلى أكسليري معنا إلى أكسليري، لكن في الديفونس دو زون رفع في النسق صحيح في الديفونس دو زون وقت اللي يجي أنا ريلاترال باش يفك الكرة يلزم يصير أن فلوتمون كوتي بالون وجور أكسيال اللي من هنا بجنبه على اليسار يولي هو اللي يغطي عليه، اور اذا كان جا مغطي عليه ما كانش الدربال اللي تجيه الفرصه باش ياخذ الكره بالراحه هذيك وباش يعمل السونتراج هذاك. اوكي صار السونتراج 4-2 هنا ان ديزيكيليبر كبير برشا، توزيعه يعني من غير ما يزيد يعطل يعطي توزيعه، شوفوا كانت فرصه هدف وهذا انذار المدرب النجم الساحلي من المفروض ياخذوا حذرهم لانه الهدف جاء بطريقه تقريبا تشبه العمليه هذه لانه جات من لاكس ومن بعد مشات لليمين، هذه العمليه نتاع الهدف. شوفوا المساكني الدفاع من الاول وقف صحيح تقريبا صحيح، يعني الدفاع وقف صحيح، مساكني عاتي بظهره للكاج، ثلاثه مدافعين قدامه ثلاثه يعني منافسين قدامه ما نجمش يتعدى، عطاه باس لكن ديما المساكني نتبعوه هنا الى في لاكسيليراسيون كيل فالي فير، وشوفوا ثلاثه مدافعين ثلاثه منافسين اللي كانوا قدامه صاروا وراه بار ان سامبل اون سامبل اكسيليراسيون، يعني ثلاثه اللي كانوا قدامه مسكرين عليه ولا هما وراه، وديما المساكني ديما عنده الفنيات لكن في نفس الوقت يعمل مجهود كبير. زاد الى فاسيز زوز لاعبين قدام فول ثلاثه ملاعبين اللي كانوا قدامه ولا وراه. شوفوا هنا الدراجي الاخطاء الدفاعيه، ديما نتكلموا على الاخطاء الدفاعيه والانتباه والتركيز ستون فينال. شوفوا اللاعب هذا اللي جاي من بعيد عليه سبوت هو دراجي، واللاعب هذا حمزه جبنون، يعني من المفروض حمزه جبنون ينتبه لانه ثم مهاجم مش يتعدى خلفه، اوكي، وخاصة لما تعرف انت المهاجم هذاك هو الدراجي، يعني الدراجي عليه سبوت، ثلاثة لاعبين هنا بلمسة واحدة، نفس الشيء الدربالي والملاعبي اللي تعدى من خلف المدافع وسجل هدف، يعني كرة قدم سهلة، يعني دي سيتواسيون تكتيك نتاع اونترينمون، حاجات تتعاود في التمارين، باس دي دوبلومون سونتراج افيك اون سول بوش والثاني يدخل. سي فري كلامك صحيح وتدعيم لكلامك انه الأربعة مدافعين نتاع النجم الرياضي الساحلي مقاوش فيزافي مقاوش المهاجم اللي باش ياخذوه في المنطقه الملاعبيه نتاع ليسبيرونس يجيو من منطقه نص الملعب ويعملوا سور نومبر ويفاجئوا الدفاع نتاع النجم الساحلي اللي متمركز ويقف في المنطقه. سمير تقول اسهل وقت اللي تبدا ثنائيات تبدا كل لاعب حاصل لاتاكون نتاعو بالطبيعه العكاشي معروف عليه الهيشري، لكن المساكني دراجي بوعزي وغيرهم اللي افول وغيرهم اللي يجيو من التالي هذوكم يجيو ديفونس دو زون بالضبط منطقه النجم. تدعيم لكلام سمير وانت دعمت كلامي وانا دعم لك كلامك أيه. اللي سجل الهدف ما عادش موجود الصوره اللي موجود اللي سجل الهدف هو اللاعب هذا
40 متر وعلى منطقه النجم يعني شوف الدراجي هو السبرينت اللي عمله مساكني والسبرينت اللي عمله الدراجي باش تخل والبوعزي لهنا كان نعاودوا الهجمه ونعسوا على بوعزي الى جوي سان بالون فهمتني وتخلى المحور هنا باش عمل ان ديزيكيليبر فهمتني وخلى الديفونسور تاع لاكس يعني ماهمش اخزر له كيفاش تخلى لاكس واللاعب هذا هو اللي سجل الهدف يعني اللاعبين اللي يجيو من خلف هما اللي سجلوا الاهداف هنا نقطه تحسب للمهاجمين نتاع الترجي فريق الترجي الكل يعني كل مره تتغير طريقه اللعب نتاع الترجي كانوا يلعبوا بدرامان تراوري ثم طريقه لعب ثم دي روبير يلعبوا بهم ليكيب من بعد جاهم الشامبيونز ليغ تخلى نيانغ يلعب معاهم صار راس حربه كلاسيكي ولو يرفعوا له على اليمين وعلى اليسار اللاعبين تاقلموا مع الشيء هذا فهمني وتوا رجعوا يلعبوا بالمساكني افون سونتر اي بورتون ليكيب ما ضيعتش لي روبير نتاعها ديما ادابتي سو ريادابت افيك لي نوفيل سيتواسيون وهذه حاجه خارقة للعاده في النضج التكتيكي نتاع اللاعبين معناها المجازفه اللي تحكيوا عليها اللي تي كالكولي من نبيل معلول كي تقول لي كي نشوف انا الصور هذيك تقول لي فما صعوبه في المحاصره سمير معناها كان عنده الحق المدرب انه يباغت بطريقه اخرى من